بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد، الآن نريد أن نتكلم، لا نزال نتكلم في صفات الله عز وجل. مما يجب أن نتكلم فيه هو ما يسمى الصفات الفعلية. ماذا يعني الصفة الفعلية؟ يجب أن ننتبه إلى هذا المصطلح وهذه الكلمة، يعني هي تختلف عما هو موجود في كتب يعني كتب التراث الإسلامي. المراد بالصفات الفعلية هي الصفات التي تنتزع من أفعال الله عز وجل في الناس أو في الكون. يعني مثلا لما نقول، طبعا نضيف إليها التعريف، يعني مثلا لما نقول الله صانع العالم أو صانع العالم، ماذا يعني صانع العالم؟ يعني الصانع. فهل يجوز أن نقول الله الصانع؟ طبعا، لأنه صانع للعالم، ليس بمعنى الصناعة التي نحن نعرفها بين البشر، لا، في المعنى المجمل الذي هو قريب من أذهاننا الصانع، لكن صناعته حتما هي ليست المراد منها الدقة التي هي موجودة عندنا، أو الوصف البشري أو وصف الحوادث، نحن وصفنا في وصف من هو يصنع منا. فالصانع مثلا، الصانع مثلا هو هندس الكون، معنى مجازي طبعا، اتفقنا على ذلك. فيجوز أن تقول له المهندس طبعا، فهذه صفة فعلية، الصانع، المهندس، المنظم، منظم الكون، الرب، الرب يعني المربي، المربي الذي يربي الناس من العدم إلى الوجود ثم يرتقي بهم إلى الموت ثم بعد الموت، هذا اسمه تربية وترقية. المربي، القيوم، وسنتكلم عنها بشكل، القيوم والقائم على كل ذرة من ذرات الكون، قائم عليها إيجادا وإعداما وتربية وترقية وإلى آخره. فإذا هذه الصفات، يعني ما يفعل الله عز وجل، الخالق، الرازق، تمام، هذه اسمها صفات فعلية. طبعا تعودت الناس تقول هي أسماء الله الحسنى، في منهم ذهبوا مذهب يعني بعيد في هذه الفكرة، وهي ليست كما يعني يهولون، أو هي عبارة عن أسماء انتزعت من أفعال الله، فصارت هي أفعال الله التي اتصف أنه يفعل كذا، فممكن أن نقول أفعال الله كذا. طبعا هناك أفعال محالة على الله، مثل المجيء والذهاب، هذا الله لا يذهب ولا يأتي ولا يجيء مثلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس جسما، المجيء والذهاب هذا للحوادث التي تنتقل من حيز إلى حيز، فهذا الله عز وجل منزه عنه تماما. قد يقول قائل، ألم يقول الله عز وجل وجاء ربك، جاء أمر ربك، هنا محذوف أمر ربك، تمام. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه الصفات. إذا الصفات الفعلية التي تنتزع من أفعال الصانع. وكل يعني تدبير الله في الكون، صناعة الله، تربية الله، كل هذا، كل واحدة بالتخصيص لها اسم. فنقول من صفاته الفعلية الصانع، الواجد، الموجد، الرازق مثلا إلى آخره. لكن يجب أن نقف عند نقطة مهمة جدا، أو صفة فعلية مهمة جدا عندنا، وذكرها القرآن
كثيرا، وهي أصل عظيم جدا من أصول تنزيه الله وتعظيم الله، وهي صفة القيوم. صفة القيوم أي الذي هو قائم إيجادا وإعداما وتربية وإلى آخره على كل ذرة من مخلوقاته، كل ما سواه تحت سلطان القيوم قائم عليها، يعني بمعنى آخر قائم عليها بشكل مباشر. يعني بمعنى آخر، صحيح الله خلق قوانين فيزيائية وبنى عليها أمور كونية، خلق مثلا قانون الأسباب والمسببات وبنى عليه مثلا علاقات الإنسان بالكون. طيب الآن كيف يعني القيوم؟ قيوم يعني أن ليس هذا السبب وليس هذا القانون الفيزيائي يعمل بذاته، وإنما الذي يعمل هو الله عز وجل، الذي يوجد هو الله، الذي هذا نوع من أنواع التنزيه. طبعا في بعض العلماء لا يقولون بذلك، يقولون أن الله خلق القانون وسخره للناس وهو الذي يعني الناس محكومة بهذا القانون، فهو بالنهاية حكم الله. نحن لا نعارض هذا الكلام بالمعنى أنه كلام خاطئ 100%، لا، ولكن فيه ضعف في التنزيه. التنزيه أن يكون الله قيوما على كل شيء. مثلا لما الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سأضرب لكم كيف القيومية تكون. نحن نعلم أن الكون، أي شيء في الكون موجود، هذا الجوهر له عرض لزوما، يعني كل جوهر له عرض، وكل جوهر ينقسم ويتجزأ إلى جزء لا يتجزأ بالنهاية، يعني جزئين والجزء ينقسم إلى قسمين والمقسوم ينقسم إلى قسمين وإلى قسمين. هذا لا ينبغي أن يكون إلى ما لا نهاية، إنه هذا الكلام إذن ما في موجود أصار في الكون، ولكن يجب أن ينتهي إلى جزء لا يتجزأ. طبعا هو ليس حتى الذرة والكترون، لا هو ولا حتى الجسيمات الأولية، ربما أبعد من الجسيمات الأولية. المهم هذا الجزء الذي لا يتجزأ هو جوهر بالنهاية له عرض، هناك بالمقابل الجوهر هناك زمن، أيضا الزمن يتجزأ إلى جزء زمني لا يتجزأ، وهو الآن، الآن أو الآن، الآن الصغيرة يعني مثل الذرة آن. فكل عرض من الأعراض لا يبقى، العرض لا يمكن أن يبقى آنين آنتين، يعني إنما كل آن من يعني هذا الجزء الزمني الذي لا يتجزأ هو يمثل عرض من هذه الأعراض التي تتغير باستمرار. فالله عز وجل الخالق الصانع القديم هو القائم على الآنات والذرات تماما. أيضا قد يقول قائل من الذين ينكرون الرسالات السماوية، يعني كيف يعني الله حاطط، بيقولها بشكل صريح، قول يعني الله العظيم خالق السماوات والأرض حيحط عقله بعقل هالذرة الصغيرة؟ لا بالعكس، أنت إذا أردت أن تنزه هذا الصانع القديم أن لابد أن تقول أنه قائم على هذه الذرات والآنات إذا أردت أن تنزه تماما. أما إذا كان الإله العظيم لا غير مهتم مثلا بكما يقولون، هي ألفاظ، غير مهتم بالذرات والآنات، إذن هذا يعني لا يصلح أن يكون أصلا إلها ولا موجدا. إذا كان هو الذي أوجد، دائما القرآن كما تعلمون وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير، اللطيف يعني لطائف الأمور ودقائقها، الخبير الأمور التي الدقائق الأمور التي تخفى في ظاهرها، كل هذا في يعني هي الذرات والآنات، وهو اللطيف الخبير يعني الذرات والآنات، فهو علمه بها وقيامه عليها قياما تاما. فهذا معنى القيوم، هي صفة فعلية من أسماء الله الفعلية.
طبعا أريد أن أتكلم أيضا عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الربوبية والألوهية. أنا قلت الرب، الحمد لله، أول آية في القرآن رب العالمين، يعني مربي العوالم كلها. كيف مربي؟ يعني كانت عدما أوجدها ثم نماها، ثم يعني بقي يرقي فيها من مقام إلى مقام، من حال إلى حال، أو من 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 درجة إلى درجة، حتى مثل الطفل يكون عدم ثم يخلق ثم نطفة علقة كذا، حتى يولد، حتى شاب، حتى يشيخ، حتى يموت، ثم يخلقه الله مرة. يعني هذا اسمه تربية، أي ترقية، ترقية للإنسان جسدا. نتكلم نحن الآن على الخلق، يعني مع القضايا الجسدية. طيب، فالربوبية إذن هي الإيجاد والتربية والإدارة وإدارة الكون، تربية الكون، تدبير الكون، كل هذا يندرج تحت صفة الربوبية تماما. هناك صفة مقابلها، صفة الألوهية. شو يعني صفة الألوهية؟ يعني الإله الذي هو أحق أن يعبد، الإله الحقيقي، الإله الحقيقي الذي يجب أن يعبد ويتوجه الناس إليه بالعبادة اضطرارا، لأنه مفتقرين إليه افتقارا تاما. فبعض يعني ما أنا لا أريد أن أتكلم كلام، يعني بعض الغافلين عن هذه الدقة في الفصل يقولون الربوبية شيء والألوهية شيء. لا، الربوبية صحيح صفة تختلف عن صفة الألوهية، ولكن لا إله إلا إذا كان ربا حقيقيا، ولا رب إلا الإله. يعني كل واحد منها يلزم منها الصفة الأخرى، لا تنفكان. فبعض ضعاف العقول، بعض الذين يعني ما عنده النظر دقيق، تقليد، بيقلدوا كما يكتب في الكتب من قديم، كما قال لهم ابن تيمية وكذا، فيخلطون، فيظنون أنه المسألة مسألة أنه ممكن أن يكون يعني أن أنت أن تفصل بين الألوهية وبين الربوبية. لا، لا يفصل بينهما أبدا. إذا أنت اعتقدت أن الله خالق كل شيء، إذن أنت تؤمن بألوهيته تماما. وإذا كنت تعتقد أن الله هو الإله الأحق بالعبادة، إذن أنت تؤمن بأنه هو يفعل كل شيء، يعني لا ينفكان. هذه تلزم من هذه، وهذه تلزم من هذه. انتبهوا، لا تفرقوا بين الربوبية والألوهية. هي تفريق في الحيثية، أن هذه من حيث الخلق والإيجاد والإعدام والتربية والتدبير، ومنها مثلا الرزق وإلى آخره، الصفات الفعلية. والألوهية هي التوجه إلى هذه الذات الحقيقية، عفوا، الذات الأحق بالعبادة. فهذه الذات يجب أن تكون خالقة، وهي لا يكون أحق بالعبادة إلا إذا كان موجد هذا الكون وخالق هذا الكون ومربي هذا الكون. وإذا أنا اعتقدت أن هذا هو الرب الخالق الموجد، إذن شيء طبيعي، إذن هو إلهي الأحق أن أعبده، لأنني أنا فقير إليه لأنه الرب. يعني حتى صفة الافتقار التي ينتج عنها العبودية هي صفة ربوبية. لاحظوا التلازم بين هاتين الصفتين. فهذا أمر يجب إذن أن ننتبه إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.